يا ليش نفتح هذا الموضوع؟ شفناه رجلك رجلك ليش ما فتحنا؟ يا رايد شو اسمه الشهري زايد رايد يا الله هذا ما يرقد مسفر ما شاء الله تبارك الرحمن النغمه هذه السلام عليكم. مساكم الله بالخير يا شباب. طبعا هذه ترى نفس دخوليات البزنس ولا لا؟ صحيح. لكن نغير للمحكمة عشان برضه كنت اعطوني ورقة البزنس انها تكون معي لانها نفس الدخولية. لكن خلاص هذه اللقاء الاول معكم في برنامج عابر. وبعدها ننتقل ان شاء الله للمحكمة والقضايا والاشياء هذه. طيب أول شيء يا شباب
وبارك لكم الوصول إلى برنامج عابر، يعني كلكم نجوم وشاركتوا في برامج أولى سواء من الكاريزما أو من السوق أو من البزنس، فهذه تشكيلة مناسبة جدا أنها تكون في والفرصة برضه عشان علي ما يزال، فهذه التشكيلة بدون ضحك يا شباب بعدين نضحك، فهذه التشكيلة مناسبة جدا يعني سواء من كل برامجنا اللي كانت في الفترة الماضية إلين وصلنا عابر برضه، يعني فيه ما شاء الله مجموعة أنا أتوقع أنها عبرت معنا في أكثر من أيام كاريزما، كانوا معنا في كاريزما وبرضه كانوا معنا في البزنس ومعنا في عابر، أتوقع هم اثنين أشخاص ولا لا؟ وليد وعادل وراكان، نعم ثلاثة أشخاص، يعني هذولي أنا أعتبره نجاح قوي بالنسبة لهم. ليش؟ لأنهم ضمنوا الاستمرارية في كاريزما وفي البزنس وفي عابر، زين؟ وإن شاء الله يكونوا معنا برضو في البرنامج اللي بعد عابر بإذن الله كنجوم برضو مذيعين، لأن هذا يا شباب هذا وصول، في ناس أذكرهم أيام بالسوق ورجعوا علينا الحين ونقول الله يحييهم، برضو في ناس كانوا معنا في الفرصة والتحقوا معنا، عن الظاهر علي كان فيه برضو كاريزما. فهذه شوفوا يا شباب هذه ترى فرصة يا عادل، فهذه فرصة يا شباب أنه أنا أثبت نفسي بحيث أني أنا أكمل، ترى شوف أنا عارف أن فيه نجم لكاريزما وفيه نجم للبزنس، وأنا أتكلم عن النجم اللي هو اللي ما أخذ المركز الأول، وفيه نجوم شاركت وفيه نجوم في الفرصة وفيه نجوم في السوق وفيه، لكن هذا أرشيف ترى، اللي يقول أنا ببقى على هالأرشيف هذه كارثة، لابد أن يكون لك عطاءات كثيرة، لابد يكون لك استمرارية عشان تنجح، يعني لو بكتفي فقط في الذكريات وفي الأرشيف هذه كارثة، وفي ناس ترى اكتفوا وللأسف نزلت جماهيريتهم الآن، أول ما طلع من البرنامج كان عنده رقم معين بعد مغادرة البرنامج بدأ ينزل لأن ما له تواجد على الشاشة، الرقم هذا جاك من الشاشة صح ولا لا؟ فلازم أني أكمل هذه النجاحات حتى أصل إلى أرقام، يعني ترى الأرقام اللي وصلتوا لها أرقام عادية جدا، أنتم نجوم وفيه مجموعة منكم الآن ولا الحمد محتلين الاكسبلور في السناب شات، زين؟ وأنا أقول أنتم الأحق أنكم تتواجدون في الاكسبلور لأنكم أنتم نجوم صنعتوا بطريقة مميزة جدا، ولأنكم برضو من أسر ومن ناس متربية، زين؟ فظهرتوا فأنتم الأحق، بدون ما نسقط على الناس الآخرين في اكسبلور في نجوم أيضا، لكن أنتم الأحق أنكم تتواجدون في كل منصات الإعلامية لأنكم أنتم صنعتوا أنفسكم، لكني أهم شيء يا شباب أني ما أرجع للأرشيف أقول أنا والله كنت نجم البزنس، أنا والله كنت نجم الكاريزما، أنا والله كنت مشارك في قناة الواقع لمدة برنامجين ولا ثلاثة، لا أنا أبغى اسمي يكون ثابت في قناة الواقع، أكون متواجد في كل البرامج، خلصنا موضوع عابر أفكر في اللي بعدها، لازم أنا أكون من ضمن الخيارات الأولى بالنسبة للإدارة، ترى ما في أحد الآن موجود معنا ولد خالة إبراهيم الحسين، ما في أحد ولا ولد عمته، كلهم بجدارتهم، ما أحد توسط لحد، جدارتكم هي اللي وصلتكم المكان اللي أنتوا فيه، لذلك لازم نستمر فيها النجومية. في بعض الناس وأنا أشوفهم بعض الشباب جاي عابر كنجم ممكن يشخص علينا كنجم، بس ترى في الأخير أنت اللي يمكن واحد أقل منك جماهيرية يسحب البساط منك لأنك أنت جاي هنا كمتسابق، فلازم أني أعمل هذا الأمر حتى إن شاء الله أرجع برضو كمقدم في برنامج ما بعد عابر. فالنجومية يا شباب تحتاج إلى استمرارية، تحتاج إلى قوة، ما أبغاك هنا تكون جثة مع المتسابقين، لا لابد يكون لي حضور، وأنتم الآن مجموعات، مجموعات الآن متنافسة جدا، ما نبي مجموعة يغادر منها اثنين ولا ثلاثة، يعني أقل شيء حافظ على مجموعتك، ولو غادر خلي يغادر واحد أو اثنين بالكثير. يعني موضوع النوم يا شباب، في ناس ماخذين القناة فندق خمس نجوم، هاي وليد جاي هنا تنام ولا ايش؟ احنا كنا نخطط انا وعلي وعبد الله، وقت النوم يعني ولا ايش؟ نخطط عن ما بعد عابر ايش ممكن نسوي وقت النوم يعني؟ نعم
انت ما ما تخطط لين تنام يعني؟ اجمل الافكار وقت النوم يا ابو سلطان. هي بس ترى تصير احلام والاحلام مشكله. ممكن تكون كوابيس. او كوابيس وهذه برضو كارثه يعني. صحيح. ايش؟ طيب الله خارج نون الرد. بالنسبه للتحزبات يا شباب ما نبي سالفه انه انا نجوم كاريزما، انا نجوم البزنس، انا نجوم فرصه، انا نجوم السوق، ها؟ فكلنا اخوان هنا. مع سالفه اخوان هذه مع احمد عوض يمكن تدخلنا في موضوع ثاني يعني. انت اخونا يا ابو سلطان والله نحبك. رجعنا على موضوع ال والله اخونا شو نسوي يا ابو سلطان؟ نشتاق لك والله يا ابو سلطان. طيب خلينا نبدا يا شباب عشان ما ناخذ موضوع المحكمة، خليني بس أشرحها لكم. المحكمة راح تكون إن شاء الله كل يوم جمعة الساعة 1 صباحا. طبعا هي حلقة في الأسبوع، ممكن نضطر أن نأخذ حلقتين حسب القضايا الموجودة. إذا في زحمة في القضايا راح تكون حلقتين في الأسبوع. إن فيها الآن يعني نتكلم عن الجمعة القادمة إن شاء الله هي أول الحلقات. الجمعة هذه اللي بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا القضايا وش يا شباب؟ خلي بس اشرح بعدين ناخذ الاسئله. القضايا راح تكون من المجموعات، الى الان راح تقبل منك في الحلقه الواحده قضيتين. القضايا برضو ترفع من الكنترول، والقضايا ترفع من الجمهور. لان ذكرنا الجمهور هو شريك اساسي معنا. طيب بالنسبه لقضاياكم انتم ترفعون على بعض. يعني انتم مجموعات، وش اسم المجموعات اللي انتم اخترتوا؟ خط النار. خط النار. طيب من حقين خط النار؟ عندك طبعا. وش الاسم هذا؟ ما ادري هذا عشان حارق يا ابو سلطان. كلمه شباب ولا اتكلم؟ من اللي يتكلم؟ تفضل ابو سلطان. خط النار هذا خط الدفاع الاول في كل شيء. نعم. خط الهجوم برضه في نفس الوقت. يعني ابطال حد الجنوبي برضه هم خط نار على الاعداء، احنا برضه خط نار على الموجه الاعصار. والله شوف اذا بتحطون وليد محامي انا اتوقع انه يكسب قضايا كثير يعني. طول عمرك حبيبي، يكون عادة. شكرا جزيلا. اخصموا على وليد 300 يا شباب. يعني الله وجهك اسحبوها. طبعا هذه ممازحة ترى، ما في خصم، بس عشان ما تتحمس بس كثير يا حبيبي، ها؟ عشان ما نشتاق لسوالف كاريزما بعدين. و الحين في خصم؟ لا هذه بنشيلها منك، ما في مشكلة. لا قصدي بعدين في خصم ولا طيب بس قضايا؟ لا في، شوفوا ترى بالنسبة للمحكمة ممكن يكون تركي له قرارات قبل يبدأ بالقضايا. كيف في قضية الاستبعاد هذه مني أنا قرارات قبل ما ندخل في موضوع القضايا. طبعاً القضايا مثل ما ذكرنا موزعة بينكم كمجموعات، كل مجموعة ترفع قضيتين إلى ثلاث قضايا. أهم شيء تسلمون القضايا قبل المحاكمة بفترة في الإعداد، لأنها محتاجة دليل، محتاجة إلى أشياء معينة لابد تكون موجودة في القضية حتى تكسبها. لأنه برضو أنت إذا رفعت القضية أنت بتدفع 500 نقطة، وإذا أنت خسرتها راح تأخذ منك وتعطى للجهة اللي أنت رفعت عليها من المجموعة الثانية. فلا ترفع إلا قضية أنتم دارسينها وعارفين وش أبعاد القضية وهل ممكن تكسبونها أو لا. بعدين يا شباب ترى أنتم يعني مؤتمنين على المجموعات، لا تصير أنت السبب في أن مجموعتك يتم الاستبعاد منها أو يتم مغادرة أحد منها. أول مغادرين راح يكون في 8 رمضان، فمي بزين أن يغادر واحد من مجموعتك وأنت السبب، سواء سبب في تأخير عن الوقت. الوقت أنتم تجون المفروض ترى 8:30، مو بتجون 9 أن نكون على الهواء، بس 8:30 لازم تجي للقناة عشان إذا كان في شيء من الإعداد، إذا كان في مايكات، إذا كان في شيء من الأمور، لا تجيني 9 عشان تدخل 9، لا خطأ. يعني اللي يجي بعد 8:30 ترى متأخر وراح يحسب عليه هالنقاط. طيب طبعا الجمهور وكنترول من اللي يمثلهم في هالدور اللي يرفع القضايا وبرضه يترافع عنهم ويتكلم عنهم هو الحبيب فهد معيان. زين، هو راح يكون اللي راح يمثل الكنترول، يمثل الجمهور في استقبال قضاياهم وفي عرضها وفي الدفاع عنهم برضه. وفهد من الشخصيات اللي تعرفونها له حضور موفق جدا في الترافع وفي هذا الامر. هذا بالنسبة للمحاكمة والقضايا اللي بتصير في المحكمة. راح نشوف إن شاء الله برضه مكان يعني يكون في المحكمة. نعم ترفع قضية ما في مشكلة، بس أهم شيء إنك تعرف. ها؟ من أسلمها؟ أنا برفع
على الإعداد، أنت تجي قدامي تقول أنا عندي قضية على الإعداد، وتجي وتتكلم، إذا كان لك حق نعطيك إياه، بس أهم شيء تضبط قضيتك يعني. إيه، وبالدليل مثل ما ذكرنا. طبعاً العقوبات يا شباب فيه، راح تسلم لكم إن شاء الله العقوبات بالنسبة للقضايا والأشياء هذه، لكن فيه عقوبات خاصة بنفس صاحب القرار والسلطة العليا. يعني ممكن أنا أتجاوز في بعض الأحكام وأقول مثلاً فهد المطيري استبعاد في القضية هذه، أو فهد المطيري مثلاً هو الشخص مجموعة اللي غادر منها واحد بناء على القضية، بناء على الأشياء هذه. زين، ففيه قانون ثابت وفيه قانون لا، بناء على القضية راح نتخذ فيها العقوبة، لكن حطوا في بالكم أنه ما راح يظلم أي أحد بإذن الله تعالى. يعني برضو تركي ما راح ينتظر المحكمة، ممكن يكون في دخوليات غير المحكمة، ممكن يكون في اتصال حسب الظروف اللي والأخطاء اللي أنتم تسوونها. لكن يا شباب شوفوا، ترى البرامج هذه نفسها قصير، يعني إن اليوم 7، فنفس يعني البرامج الواقعية تحتاج شهر الناس تتعرف عليك، هذا الشهر أنت مغادر، وأنتم الآن ما أنتم محتاجين أحد يتعرف عليكم، الجمهور عارفكم، بس ينتظر وشو إبداعاتكم، نجوميتكم واصلة، لكن وش راح يقدم لي؟ هل عبد الله الروقي مشارك في عابر كان إضافة له، ولا كان العكس؟ هنا تبين الأمور. ترى وبعدين في بعض الناس ترى يمكن بعيد عن الهواء، خذ له فترة ما طلع على الهواء، فلازم تساعدونا. أتكلم عن مجموعته، الهواء شباب له حساسية، نفس كرة القدم لما تبعد عنها تنزل لياقتك، تنزل حساسيتك عن كرة القدم واللمس الكرة والأشياء هذه، فتضيع أشياء كثيرة. زين، وأنتم تعرفون البث أتوقع 9 ساعات الإجمالي لكم في اليوم، 9 ساعات ما بشيء يعني، إذا فيها مبادرات، إذا فيها، وخاصة في هذا الشهر الكريم ترى كثير من الناس بيجون يتابعونكم. بعد ما أخلص صلاة التراويح وارتاح في بيتي بحط على قناة الواقع أشوف الشباب وش عندهم. لا تخلوا الناس يملون منكم، ترى بداية الأيام الأولى تعذرون في بعض الأمور، يمكن في تجانس بينكم، يمكن لأول مرة تجلسون مع بعض، يمكن المجموعات لسه ما أخذت على الأشياء اللي هم يسوونها على الهواء، لكن بعد لكم عذر الآن. المجموعات تشكلت، الأسماء يعني قادرة أنها تكيف نفسها، ترى في بعض الأحيان لما يكون النجم قادر على أنه يكيف نفسه، أنا والله عبد الله ما ارتاح له كثير، لكن لازم أكيف نفسي معه، لأن هذا راح يكون النجاح يكون مشترك بيني وبينه. ترى أنا أضرب أمثلة لكن على الناس اللي ينامون عليهم يعني. دائما أنا راسي. طيب، في أحد عنده سؤال يا شباب قبل ال؟ أنا عندي وصل. تفضل محمد. أول مغادرين أول رمضان ولا 8 رمضان؟ 8 رمضان. الله لا يهينك. تمام. طيب أحمد. الجمعة هذه تكون فيها الأحكام يعني حقة الأسبوع هذا، والله ما مدي اليوم يعني بنرفعك بيوم. ها؟ يعني بنرفع بيوم يعني مثلاً، والله حقة الأسبوع اللي فات كامل. أنت عندك قضايا. لا لا ما سناسك عشان أنت بتجي الجمعة. أي بإذن الله. ليه؟ عشان قضاياكم، أنتوا عندكم مجموعة، أنت وش مجموعتك؟ غطيناها بس أمس حددناها يعني. طيب. ما بدنا نقول بسم الله إلا ما. يعني أنت ما تبين أجي الجمعة دي يعني؟ لا تعال نكرم، كون أخوك ما يحتاج هذا، وأنت أخونا ونشتاق لك يا أبو سلطان. طيب. تعرف الشيء، لكن أقصد تحكم أكيد. غير أحمد يا أبو سلطان، صل على النبي، سؤالي واضح. طلع البزنس من راسك، أنت باقي أبو سلطان. والله لأن البزنس شيء عظيم لا ينسى أبو سلطان. أنا سؤالي واضح، مثلا الأسبوع اللي فات هذا أبو سلطان في مخاطبة كاميرا، في أشياء قضاء. أنت إذا ما عندك قضايا الناس عندها قضايا، ما عندك شيء أنت يعني؟ لا أنا أسألك بس، تبي تحاكم يعني؟ أي بإذن الله. بس هذا سؤال. إذا ما عندك مانع طبعًا. لا الله يرضى عليك أبو سلطان، أنا أقول أقدر أقول شيء. عبد الله. تضرب مثلًا على القضايا، يعني مثلًا القضية اللي بيني وبين فريق آخر شرط أن يكون مخطي عليه مثلًا هو، أو خطأ مسويه في البرنامج. لا مو بشرط، هو ليش رفع القضايا؟ عشان أنت تخسر نقاط. بعدين هو يضطر المجموعة هي اللي غادر منها يعني واحد. أناقش على ملاحظاته ويناقشني على ملاحظاته. إيه أبدا يعني، يمكن في الجلسة هذه هم مثلاً طيحوا حاجة معينة. أنت ترفع عليهم قضية بناء على الشيء هذا، إذا أنت كسبتها أنت تأخذ نقاط وهو يخصم عليه، فأنت تكون المجموعة الأولى. طبعاً المجموعة الأخيرة يغادر منهم واحد، إذا هم ما اختاروا المغادر أنتم من المجموعة الأولى تختاروا من يغادر منهم، نعطيهم فرصة إنه اختار واحد يغادر منكم، ما اختاروه أنتم تختارون من يغادر منهم. أو فيت وكفيت. إيه. تفضل. أول شيء الله يحييك أبو سلطان. الله يبقيك. للشرف إني أجلس قدامك، ممكن الأول مرة في برنامج رسمي. طيب ذا الحين تقول الإعداد
والجمهور والمتسابقين الحجج تختلف الجزات حقتها ولا كل معروفة؟ شلون نعدل مثلا الخصم الحين اللي على مثلا او الحكم اللي تحكم به انت على المتسابقين هذا معروف أي. واللي يجي من الاعداد هذا معروف واللي يجي من الجمهور هذا معروف ولا حسب القضيه؟ لا حسب القضيه وبيكون فيه بنود للخصم وللعقوبه لكن ممكن نتجاوز هذه البنود بناء على هالقضيه كبيره ولا لا. وضحت لك؟ اي واضح. زايد هل بدا الخصم ولا باقي؟ لا بدا الخصم عليكم. من متى؟ يعني من بداية دخولكم لل من قبل المجموعات؟ لا مو من قبل المجموعات، من دخول المجموعات تحددت بدأت الخصومات هذه. لكن ترى بقول لك حاجة، يعني مثلا نومكم اليوم يخصم على المجموعة كلها، فأنت ممكن تأخر مجموعتك. ليش أنا أقول لك أنك أنت ما تسبب على نفسك لحالك؟ المجموعة كلها تنزل، لكن هذه مسألة ترى المجموعات. يعني إذا أنت تشوف أن هذا الشخص ممكن يسبب لك خصم يا أخي استبعده أنت. إذا جاء عليك الاستبعاد اتفقوا عليه وقل له خلنا نطلع زايد داشرنا لا خليه يطلع شيطان. لا أنا أتكلم كمثل يعني بس يمكن تثبتها في روسهم. لا هو شيء أنت أبو سلطان زايد عمره طويل اللي بيجي استبعاده بيسلم بيوصل النهاية بإذن الله تعالى. عمره طويل إن شاء الله. شباب الجوالات برجع لك علي، الجوالات تسلمونها ما تأخذونها نهائيا وراح يكون عليها عقوبة. ما تأخذها إلا في مبادرة أو في شيء متفق عليه زين، وراح يكون المسؤول عن هالأمر محمد عيسى. أنتوا تعرفون أبو عيسى ما في الأشياء هذه. ما يحتاج أبو عيسى عارف. يعني ما يحتاجنا حتى نوصيه. علي. أبو سلطان. بس بدي نأخذها من طيب. أول شيء افتح المايك عشان نأخذها إيجابي ولا سلبي. إيه. تأكد. الأولى لك ها. دل الروقي. يا وليد اهدأ. أبشر. إسك أخوينا. لا تصير عدة فلة مرة واحدة. ننسى موضوع المستثمر يا حبيبي ها؟ لا بس اني قاعد احسب عليه اغلاطه. لا تحسب عشان ما اعطيك عقوبه على مجموعتك. تفضل علي. اقول اتمنى تاخذها من باب ايجابي يعني الكلام اللي بقوله. اقدر ارفع قضيه لك منك؟ كيف يا شباب؟ والله اني اسال صدق يعني استفسر والله. يعني مثلا حكمت عليه بحكم اقدر ارفع لك قضيه منك انت؟ ان الحكم ذا يعني له تبرير؟ استئناف. ما يخالف جرب ونشوف وقت. لا والله ما جرب. هلا جرب بس. لا والله خلاص. سؤال بسيط ما يصير. يلا عشان بغادر يا شباب. طيب. يا شباب. الآن كل مجموعة الحد الأقصى من الحجج حجتين فقط. إيه. الحد الأقصى. نعم كحجتين أو قضيتين لأن ما معنا وقت. لأن بيكون العدد كله 10 قضايا. ممتاز خلاص. عاد إذا كان في وقت بنسمح. بعدين يا شباب الكنترول انتبهوا. أشوفكم رايحين جايين على الكنترول في شيء. ترى هذه عليها خصومات. تفضل. تم فضلك الحين اللي يقام عليه الحجه المجموعه كلها ولا شخص بعينه؟ المجموعه كامله هي اللي تتحمل القضيه. لا ده الحين مثلا انا اخطيت مثلا ما في عقاب فردي يا شباب. الا في القرارات اللي تخص تركي. قرارات طيب المحامي حق المجموعه تسمع منه؟ انتم تختارونه. تسمع منه انت؟ اي نسمع منه. ايه دافع بالطريقه اللي تشوف مثلا عبد الله هو الكويس في الدفاع، تشوفون فهد فارع هو الكويس في الدفاع، كيفكم انتم؟ حسب القضيه. بس نصيحتي فهد لا تخلوني يدافع عنكم لانه ممكن يجيب ال طيب في شيء باقي يا شباب تستفسرون عنه؟ يعطيكم العافيه وننتظر منكم المزيد وباذن الله تعالى نشوفكم في برنامج عابر بطريقه مميزه جدا وتكملوا نجاح قناه الواقع باذن الله.